النجمة صفاء أبو السعود. بعدين معاك، بعدين معاك. النجم أحمد صياب. بعدين معاكي، بعدين معاكي. في يوميات صفصف. انتوا ليه؟ ليه؟ نائر ونقير كده. وبعدين معاكي يا صفصف، فعلاً بتطير كل يوم في حالة كده. هي اللي بتعمل يوم زي الفوازير. عايز طلباتك وبس، وما يهمكش النخس، وامتى بس هتحس واشوف اي تقدير. بس بالدقيقه والثانيه، رمضان ما صفصف حاجه تانيه، رمضان ما صفصف حاجه تانيه. يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبي، إخراج تامر شحاتة. رمضان ما صفصف حاجة تانية، حاجة تانية، حاتم 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 تعالى بسرعة، تعالى شوف لقيت إيه في الدولاب. في إيه يا صفصف؟ كنا ناسين مليون جنيه مثلا تحت جدهم، لقيت إيه؟ فاكر يا حاتم رحلتنا لأمريكا؟ إيه؟ لقيتي أمريكا في الدولاب؟ أمريكا إيه يا حاتم؟ الصيام يظهر أثر على تركيزك خالص، سيت امبوسيبل. بقولك إيه، أبوس إيدك بلاش تربطني بالفرنساوي خالص. طيب سيت بروبليم. ولا بدي برضو. أيوة أنا فاكر، خلاص فاكر رحلة أمريكا. قوليلي بقى لقيت إيه في الدولاب؟ اصبر اصبر بس، فاكر لما طلعنا سوا رحنا تمثال الحرية؟ يا بنت الايه، لقيت تمثال الحرية في الدولاب؟ هاتي أبيعه الله يخليك. ازاي بس أحط تمثال الحرية في الدولاب يا حاتم؟ فاكر لما طلعنا رحلة بحرية وإحنا راجعين من عند تمثال الحرية وعملنا زي جاك وروز؟ سوري، مين جاك وروز؟ قرايبك؟ يا قرايب ايه؟ جاك وروز بتوع تايتانيك يا حاتم. ايوه ايوه، عارف تايتانيك الحلاق ده اللي على اول فيصل؟ طيب بحلق عنده. يا خبر ابيض يا حاتم، تايتانيك السفينه مش الحلاق، قصدي الكوافير اللي انت بتحلق عنده. يعني افهم من كده انك لقيتي سفينه تايتانيك جوه الدولاب؟ لا طبعا، في الرحله البحريه كان في بنوته حلوه بتبيع جرايد ومجلات. ابوس ايدك فرعيني، قولي لي بقى انك لقيتي البت البنوته الحلوه دي جوه الدولاب. انا شايله. لا لا يا استاذ حاتم، البنت الوحشه. لا دي مش انا اللي جايبها. اكيد مش الحلوه، انا اشتريت منها مجلات فاشن دلوقتي، وبعد السنين دي كلها تصور حصل ايه، لقيت المجله في الدولاب. اللهم إني صايم. وأنا كمان والله صايمة. بقى جايباني ومجرياني في الشقة وأنا صايم وهفتن وتعبان عشان تقولي لي إنك لقيتي مجلة مش عارف إيه. فاشن فاشن يا حاتم، عارف لقيت جوه المجلة إيه؟ هتجلط لو لقيتي حاجة تافهة. لا لقيت صورة بنيامين فرانكلاين. لا والله. والله بنيامين فرانكلاين. أيوة. ده ايه لاين ايه؟ ده بتاع مانشستر سيتي. فرانكلاين مؤسس الولايات المتحدة الأمريكية. انا مالي يا ستي، انت لقيتي فرانكلاين ولا رونالدو ولا ميسي؟ عاوزان افطر يا صفصف. وهو صورة فرانكلاين بتتحط على ايه يا حتومة؟ فكر. على ورقة $100. $100. يعني انت لقيتي ورقة $100 في الدولاب؟ ايوة جوه المجلة، الظاهر كنت نسيها من واحنا هناك. يلا بقى يلا انزل روح البنك وغيرها. بنك ايه بنك ايه، انت على نياتك قوي، احنا هنغيرها في السوق السوداء. لا وفين السوق السوداء دي؟ هنا في الشارع جنبي. السوق السوداء دي في كل حتة يا حبيبتي، هاتي بس لما انزل لجعفر البواب عشان يغيرها لنا. بقى انا بقول لك بنك تقول لي جعفر البواب؟
هو البواب برضو هيتاجر في العملة؟ كله بقى يتاجر في كله، هتشوفي. هيه، عملت ايه؟ للأسف جعفر البواب مش بيتاجر في العملة. مش قلتلك؟ قلتلك ولا ما قلتلكش؟ هو في بواب بيعرف في الدولار واليورو؟ ايوه، بس جعفر قال لي ان الواد كنك القهوجي بيتاجر في العملة. كنك وقهوجي؟ جعفر البواب بقى خلاص دلوقتي بيتاجر في العقارات والعمارات والفلل، بكابر على الدولار. صحيح؟ اه والله. طيب ويطلع فين كنك القهوجي ده؟ ايوه في القهوة تحت، دوات صبي قهوجي على القهوة اللي في الميدان دي. اسمعي انا مش هروح لحد، انزل انتي وروحي له كده. انا مش بحب الجو المشبوه ده، انت لو اتمسكتي مفيش مشكله تتعوض. مشبوه مشبوه؟ حاضر، انا اللي هنزل بعد الفطار، هشوف فيك يوم يا حاتم. انا صفصف هانم، انزل القهوه وسط الناس دي. بس كويس اني عملت حسابي وتخفيت، لبست نظاره شمس وخوذه من بتاعه المناجم. فين بقى الاستاذ كنكة ده؟ يا هدى كنكة، واحد قهوة مون ومنهم اتنين قهوة على الريحة وشاي. من عناية كود ومناخير النور. واحد قهوة مون ومنهم اتنين قهوة على الريحة وشاي. واحد قهوة مون ومنهم اتنين قهوة على الريحة وشاي. ايه ده الناس هنا مسافرين خالص. خلاص يبقى اللي هناك ده كنكة اكيد. بونسوار مسيو كنكة، هابي رمضان. ها؟ يعني ايه يا مدام؟ انت مين وعاوزه ايه لمؤاخذة؟ يا خبر، مين اللي بيصوتوا دول؟ حريقة. عندك حق، مهرجان. ده مهرجان للمطرب حريقة. ما تخافيش، ده الموبايل بتاع ست الناس. الو، هذا حبشة. اسمع، لو الفدرالي الامريكي ثبت الفايدة زود انت السعر، لو رفع سعر الفايدة ارفع انت برضو السعر. طب ولو نزل الفايدة برضو نرفع السعر برضو؟ وعاوزك تتابع سعر الذهب برضو. سلام انت دلوقتي يا حبشة. ما شاء الله ما شاء الله. وحضرتك درست بيزنس يا استاذ كنكة؟ لا انا درست تانية ابتدائي. طلباتك يا مدام؟ اشوف فيك يوم يا حاتم. الحقيقة انا جايه لك يا كنكة بي من طرف جعفر البواب، معايا ورقة بمية دولار وعاوز اغيرها. يا سلام، مية بس وعاملة كل ده؟ هات يا مدام الورقة واستني هنا جابلك الفلوس. هاتي. طيب استنى هنا وسط الناس دي. دول ايه دول؟ جامين جامين خالص. يا ست استني هنا بقى، ما تدوشناش. حاضر حاضر يا كنكة بي، حاضر. منك لله يا حاتم. يا لهوي، حكومة كله اهرب انا. اهرب يا اهرب اهرب، اروح فين ده؟ انا صفصف، انا هانم يا جماعة، انا هانم. بس هعمل ايه؟ ايوه لقيتها، انا هقعد هنا على الكرسي ده واعمل نفسي زبون في القهوة. هتشيشة وقهوة ياض، بس قهوة سادة يا ابن الرافدي. اشوف فيك يوم يا حاتم. كنتم مع يوميات صفصف مع النجمة صفاء أبو السعود. أنا واحدة ذكية مليون في المية، شاطرة ورياضية وحبايبي كتير. أنا شي حلوة نهار، انتي لفتي الأنظار، وكعبي عالي عليكي بجد ومش هزار. أنا بنك المعلومات ودماغي تسوى ألوفات. هبشغل جيبك يا حلوة، أنا ناقصني حاجات. شغل جيبك يا حلو، ده انا عندي عزومات. هبشغل جيبك يا حلو، انا ناقصني حاجات. محسومه بالدقيقه والثانيه، رمضان ما صفصف حاجه تانيه. رمضان ما صفصف حاجه تانيه. حاجه تانيه. محسومه بالدقيقه والثانيه، رمضان ما صفصف حاجه تانيه. حاجه تانيه. رمضان ما صفصف حاجه تانيه. حاجه تانيه. يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، نجاح حسن، عبير مكاوي، أمير عجمي، موسيقى وألحان سيد الشاعر، توزيع
مصطفى البوب، هندسة صوتية محمد شعبان، يوميات صفصف، تأليف أحمد القصبي، إخراج تامر شحاتة. رمضان ما صفصف حاجة تانية حاجة تانية.